السلام عليكم. مداخل المديرية الأربع باتت مناطق مواجهات مفتوحة. بهذا البيان العسكري الواضح أعلنت المقاومة الشعبية في عتمة استعدادها بجهودها الذاتية لمواجهة ميليشيا الانقلاب بعد قدومها إلى المنطقة. من جهته دعا قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة في تصريحات عديدة له كافة أبناء المديرية والمديريات المجاورة إلى التصدي لعدوان الميليشيا الانقلابية بكل الوسائل الممكنة. الأيام الماضية شهدت مواجهات مفتوحة بين المقاومة والميليشيا، وتشترط المقاومة أمام كل الأطراف التي تسعى للصلح مغادرة الحوثيين مركز المديرية وتقديم ضمانات بعدم العودة مرة أخرى حسب مصادر في المقاومة. الإسناد العسكري واللوجستي من قبل الشرعية والتحالف لا يزال إلى اللحظة غير معلوم، وبحسب ما تؤكده قيادة المقاومة فهي تقاوم بجهود ذاتية، أي مقاومة الرافضين للاستلاب والإذلال اليومي. المساء اليمني يسلط الضوء على عتمة وهي في قلب المقاومة. سنناقش طبيعة المواجهات الدائرة وكذا الاختطافات التي طالت الأبرياء، ونبحث في إجابات أسئلة من بينها: ماذا يعني اشتعال المقاومة في مديرية تربط ذمار بإب؟ وهل ستدعم هذه الجبهة عسكريا أم ستتكرر تجربة مقاومة الشعاور والأهمول والقفر بإب؟ للنقاش حول هذه النقاط وغيرها سينضم لي في الاستديو الكاتب والناشط السياسي الأستاذ محمد المقبلي. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي. إذن نناقش محاور حلقتنا مشاهدينا الكرام، لكن قبل ذلك نتابع وإياكم هذا التقرير. عتمة محمية المقاومة، هذا العنوان الذي يتصدر اللحظة الراهنة في السهول الخضراء لهذه المديرية التي تحضر فيها مفاعيل التاريخ والجغرافيا في قلب التحولات واليوميات التي تشهدها الجهة الغربية لمحافظة ذمار. الإرث الجمهوري لا يزال حاضرا في عتمة، والوعي بالاجتياحات التاريخية للإمامة لا يزال أحد مغذيات الوعي المقاوم، وكذلك سنوات الصراع بين الجبهة الوطنية وقوات صالح في عتمة التي كانت نافذة امتداد للوحدة الوطنية ومواجهة النفوذ والهيمنة. منذ الانقلاب والاجتياح لم تكن عتمة لقمة سائغة في فم الميليشيا، ولم تكن نزهة آخر الأسبوع للانقلاب بحسب وصف قائد المقاومة الشعبية هناك. وأنكم كنتم تظنون أنكم ستأتوا إلى عتمة لقضاء نزهة آخر الأسبوع، لكني أقول لكم لقد جئتم إلى عتمة وأنتم أجساد في صناديق حديدية، فوالله إن لم تغادروا عتمة لتخرجون منها جثث في صناديق خشبية. حينما وطئت شاصات الميليشيا أراضي عتمة، كانت المقاومة هناك الحصان الأسود صعب الترويض والاستلاب، وشهدت المديرية مقاومة شاملة وواسعة امتدت إلى العديد من المديريات المجاورة كالقفر في محافظة إب، وأسفرت في نهاية المطاف عن تراجع للميليشيا وإبرام اتفاق يقضي بانسحاب الميليشيا. الاتفاق المبرم لم يصمد طويلا كما هو مسلك الميليشيا في نقض المواثيق، وذهبت باتجاه تصفية حساباتها مع قيادات المقاومة بعيدا عن ساحة المعركة، حينما اختطفت نجل قائد المقاومة عبد الوهاب معوضة واثنين من أقاربه وهم مدنيون عزل في صنعاء الرهينة. ردة الفعل المتوقعة كانت من قبل المقاومة حينما أعلنت أن عتمة منطقة مواجهات مفتوحة، خصوصا في المساحة التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. المقاومة سيطر على أكثر من 80% من مديرية عتمة، وحتى 20% الباقية هي خاضعة لسلطة الأمر الواقع بالنسبة من قبل الحوثيين، لكن عتمة من حيث المبدأ ترفض رفضا قاطعا وجود مثل هذه الميليشيات في أوساطها. المواجهات الدائرة بين المقاومة والميليشيا، وبحسب مصادر فإن كفة الموازين ترجح لمصلحة أبناء عتمة رغم الإمكانات الشحيحة والذاتية، حيث تمكنت المقاومة من تحقيق ضربات نوعية في أوساط الميليشيا وأسر العديد من القيادات الميدانية للحوثيين هناك كما هي تأكيدات المقاومة. إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو وبكل الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. إذا ما بدأنا معك أستاذ محمد في أن عتمة الآن في قلب المقاومة مجددا،
هذا الحضور بين حين وآخر ما الذي يحمل في طياته؟ شكرا جزيلا لك. أنا أعتقد أنه يحمل توجه وتراكم طبيعي جدا، له علاقة بخصوصية عتمة، بتراكم التاريخ، بتراكم الجغرافيا، بتراكم الحضارة، بالوعي لهذا الإنسان المتجذر بالسهول، المتجذر بالأرض، المنتمي إلى الأرض. عتمة لها حضور مبكر على صعيد المشروع الجمهوري وعلى صعيد مشروع الدولة. عتمة خرج منها مثلا القضاء، خرج منها رجال الدولة مثلا كمحافظ البنك المركزي السماوي على سبيل المثال، قيادات في مجلس القضاء الأعلى. عتمة منها مثلا الأساتذة، المعلمين، التجار، الشعراء الغنائيين أمثال الشاعر مثلا عجلان ثابت. عتمة منها التاجر، عتمة منها المزارع، عتمة منها أصحاب المهن. هي تمثل القلب، أحد أو أحد المناطق الحيوية إذا ما تعلق الأمر بحيوية الإنسان اليمني، سواء حيوية الإنسان اليمني في عتمة في الريف أو في المدينة أو في السهول أو في الجبال، الذي حول تلك الأراضي إلى مدرجات زراعية جميلة إلى درجة أن أصبحت عتمة محمية طبيعية. فطبيعة الأرض في عتمة أصلا والجمال الموجود فيها والحيوية والإنسان المختلف المرتبط بالأرض المنتمي إلى السهول، من الطبيعي جدا أن ينتج هذه الروح الرافضة للاستسلام، الرافضة للهيمنة، هذه الروح التي عكست معادلة التاريخ الإمامي الذي كان قائم على حروب الاجتياح وإخضاع مناطق السهول والسواحل وأبناء الفلاحين وأبناء المزارعين، وكان يعتقد أن عتمة ستكون لقمة سائغة مثلها ومثل بقية مناطق السهول مثل القفر، مثل بوصابين، مثل الرضمة، مثل لكن عتمة وغيرها من المناطق الحيوية في اليمن كسرت معادلة التاريخ وأثبتت أن هنالك جيل جديد وأن هنالك يمنيون جدد سيوقفوا حروب الاجتياح، ولا يمكن أبدا في يوم من الأيام أن يكونوا رهائن وأن يكونوا مستلبين كما كان في عهد حكم الأئمة. بالإضافة إلى أن عتمة أيضا كان لها طبيعة الصراع الوطني، كان حاضر في عتمة، مثلا كان امتداد الجبهة الوطنية مثلا موجود في عتمة. الحضور السياسي في 2011 كانت عتمة في قلب الثورة وقدمت العديد من الشهداء سواء في ساحة الحرية إب أو في ساحة ذمار الثورة أو في ساحة التغيير، الذي كان لأبناء عتمة ولشباب عتمة والصحفيين والمثقفين أيضا موجودين مثلا من عتمة كان لهم حضور بارز. فعتمة هي تعتبر أحد الامتدادات الحيوية لهذا البلد الذي قال منذ الاجتياح والانقلاب أن اليمن لا يمكن أن تحكم بالمعادلة القائمة على ثنائيتين خطيرتين، ثنائية الحكم بالقصب والثنائية الثانية الذي ترفض عتمة تكسرها عتمة الآن، منطق القوة والغلبة الذي حكم اليمن منذ دخول الهادي الرسي إلى اليمن، وأيضا وجسده الإمامي الذي كان يحكم بثوب الجمهورية المدعو علي عبد الله صالح. طيب الآن يعني شاهدنا في اللقاء أو في التقرير لقاء أو مقطع من لقاء لقائد المقاومة في عتمة عبد الوهاب معوضة، تحدث على أن من حيث المبدأ عتمة ترفض وجود مثل هذه الميليشيات ورفضا قاطعا في داخل المديرية. إذن هناك نوع من النية لدى والالتزام كما يبدو من قبل المقاومة هناك، من قبل الأهالي، برفض وجود الميليشيات، لكن هل هم برأيك قادرين على مواجهة الميليشيات عسكريا لوجستيا إلى آخره؟ طبعا من مصادفات القدر أنني شخصيا أعرف عبد الوهاب المعوضة مثلا كبرلماني محنك. أبي كان في أحد الانتخابات النيابي رئيس اللجنة الأمنية عندما كان ضابط في الحرس الجمهوري في ذمار. عبد الوهاب معوضة رجل برلماني محنك ورجل عنيد ويمتاز مثلا بالذكاء، بالإضافة إلى أنه سجل موقف تاريخي لسبب رئيسي، أولا أنه كونه كان برلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام لكنه رفض أن ينخرط في التحالف مع المشروع الإمامي، بالإضافة إلى أنه مثلا العديد مثلا من أبناء عتمة لديهم وعي وحساسية، حساسية في مسألة أنه لا يمكن لمديرية تشكل من أهم عصب الاقتصاد في البلد ومن أهم الروافد الاجتماعية ومن أهم الروافد، لا يمكن أبدا أن تكون خاضعة وأن تكون رهينة، بالإضافة إلى أن المجتمع في عتمة سيلتف حول المقاومة لأسباب كثيرة، من بينها أن هنالك تماسك اجتماعي داخل عتمة إلى حد ما جيد، أعتقد أنه هذا التماسك الاجتماعي سيلعب دور كبير جدا في الالتفاف حول المقاومة وقيادتها. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر محافظ ذمار، ينضم لنا الآن أستاذ محمد، اللواء علي محمد القوسي، محافظ ذمار. مساء الخير سيادة اللواء. مساء
سعد الله مساءك بالخير والعافية، ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك سيادة المحافظ. مقاومة في عتمة، هذه المقاومة لكم أنتم في محافظة ذمار ككل، ما الذي تشكله بالنسبة لكم؟ هل هي تأتي في إطار استراتيجية كاملة؟ أولا اسمحوا لي من خلال قناتكم أن أهنئ فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بالذكرى الخامسة لانتخابه، وكذلك أيضا نعزي ونعزي الشعب اليمني في استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس الأركان العامة. بالنسبة عتمة يعني تعني لنا الكثير. أولا عتمة هي المديرية الأولى في المحافظة والتي انتفضت والتي رفضت الذل ورفضت أن تكون يعني أن تقبل الاستعباد من هذه الميليشيات. فنحن في دمار نهتز ونستخدم هذه المقاومة البطلة التي رفعت رؤوسنا ورفعت رؤوس كل أبناء المحافظة، ونحن من خلالكم أيضا نوجه تحياتنا للأخوان المقاومين الأبطال في مديرية عدنا وعلى رأسهم المناضل الجسور المجاهد الشيخ عبد الله بن معوضة وكل المجاهدين الذين بجانبه الشيخ صادق معوضة والشيخ حسن سلام وقائد البكالي وأبناء المرحوم قحطان معوضة وجابر المتبع وكل أبناء مقاومة عدنا. طيب فنحن نفتخر ونعتز بهذه المديرية، وإن شاء الله أن تحلو بقية المديريات مثل هذه المديرية البطلة. طيب سيادة اللواء، يعني سيادة المحافظ، هل جاء هذا يعني هذه المقاومة جاءت بشكل مخطط له، أم أنها جاءت كردة فعل من قبل الأهالي وقيادات هذه المقاومة لوجود ميليشيات مسلحة في هذه المنطقة؟ الحقيقة ما تتعرض له اليوم مديرية عتمة هو عمل إرهابي ضد هذه الميليشيات بكل ما تعني الكلمة هذه من معنى. أبناء عتمة يعني يتعرضون لإرهاب من هذه الجماعات، ولكن هو الدفاع عن العرض وعن الأرض وعن الشرف، فهم إن شاء الله منتصرين. فأنا أحيي جبهة حلفان والبهلالة وكذلك أيضا جبهة الشرف جبهة تنوت الذي ضربوا أربع بطولات في 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 الملاحم البطولية التي يصنعونها اليوم. طيب سيادة المحافظ، ماذا عن التواصل بينكم أنتم كسلطة محلية و بين مقاومة عتمة؟ هل تتواصلون؟ ما مدى التنسيق؟ ما مظاهر ذلك؟ احنا الحقيقة التواصل هو موجود بيننا وبين قيادة مقاومة عتمة بصورة يومية، لما أقول بصورة يعني في الساعات، التواصل موجود. وكذلك أيضا نحن نشعر بأن احنا مقصرين وفي تقصير كبير من قبلنا ومن قبل الشرعية ومن قبل التحالف، ولكن إن شاء الله إن الأمور بدأت تسير إلى الأفضل، ونحن من خلالهم ايضا نشكر التحالف على الدعم الذي وصلوا الى مقاومه عتمة، برغم انه دعم بسيط ولا يذكر، لكن هي بدايه خطوه جيده ان شاء الله. وكذلك ايضا نحن من خلالكم نناشد الاخ رئيس هيئه الاركان العامه والاخ نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهوريه وهي مقدمتهم الاخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي ان يعطوا هذه المديريه الدعم الذي من خلاله يستطيعوا مواصلة نضالهم ومواصلة تحرير المديرية والمحافظة إن شاء الله. طيب هل قدم أي دعم لمقاومة عتمة إلى هذه اللحظة من قبل السلطة الشرعية والتحالف؟ والله السلطة المحلية إمكانيتنا محدودة وبسيطة، ولكن قد استطعنا في الفترة الماضية أن نعالج موضوع شهداء عتمة، وتم يعني اعتماد لهم مرتبات وكذلك الجرحى، وكذلك ايضا بالنسبه للكشوفات التي سلمت الينا من مقاومه عتمة تم اعتماد 50% من خلال الجيش الوطني ورئاسه الاركان. فالامور الان بدات ان شاء الله تتحسن الى الافضل. طيب الشرعيه قدمت دعما مباشرا لمقاومه عتمة؟ الحكومه الشرعيه لحد الان الحقيقه لم تقدم اي دعم يعني عسكري سواء الشيء البسيط يعني الشيء البسيط، ولكن نحن نأمل من الشرعية أن تبدأ في معالجة موضوع مرتبات الأبطال الجنود البواسل في عتمة. قد تم معالجة البعض يعني 50% أعتقد من الكشوفات التي سلمت للسلطة المحلية وزارة الأركان تم معالجتها، ونسعى الآن إن شاء الله أن نعالج بقية 50% المتبقية.
نعم. طيب سيادة المحافظ، إذا هناك نوع من وجود عتمة في وسط يخشى أن يكون معزولا، هل هناك تنسيق مع بقية المديريات في ذمار أو كذلك مع يعني مديريات في محافظات أخرى مجاورة لمحاولة دعم هذه الجبهة بحسب علمك؟ من خلال قناتكم أنا أشد بقية المديريات المجاورة لعتمة، أقول لهم يجب عليكم أن تقفوا موقف العطف، موقف رجولي، يجب عليكم أن توقفوا ضد هذه الميليشيات التي تريد أن تذلنا وتذلكم، يجب عليكم أن تدعموا أبناء عتمة وقطع الطرق يعني على هذه الميليشيات من الوصول إلى أبناء عتمة. إذا لم تقفوا بسلاحكم وبأموالكم مع عتمة أضعف الإيمان أنكم تمنعوا وصول هذه الميليشيات إلى عتمة، لأن عتمة تعنينا الكثير. عتمة بجبالها الشاهقة وهي مطلع على جبهات البخاء ومطلع على جبهات الجبهات الشرقية في مارب، عتمة انكسارها يعني انكسار للجيش الوطني يعني معنويا. نعم. وعسكريا أيضا. إذن أشكرك اللواء علي محمد القوسي محافظ محافظة ذمار، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا أو على مداخلتك معنا بالأصح. بالعودة لك أستاذ محمد، هل هناك نقاط تريد التعقيب عليها في حديث سيادة المحافظ؟ النقاط التي أنا أحب أن أعقب عليها أنه السلطة المحلية في ذمار مثلا ممثلة بالمحافظ القوسي وممثلة مثلا مجموعة من الشخصيات المساندة للمقاومة يستطيعوا أن يعملوا الكثير لمقاومة عتمة، يعني من بينها على الأقل مثلا هو أن تكون المحافظة، أن تكون بعض المديريات مثلا المحاذية لعتمة مثلا، أن تمنع أي تقدم مثلا للميليشيا باتجاه مديرية عتمة مثلا على سبيل المثال، من يعني مثلا بعض المديريات انا اعتقد من 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 جهه الجنوب هي انا اعتقد ستكون مامنه، اللي هي من جهه القفر وصاب. هذه انا اعتقد انه لن يقبل ابناء وصاب بلغة. ايوه لن يقبل ابناء وصاب وابناء القفر في ان تحشد الميليشيا الى عتمه يعني عن طريقين. ايوه انا طبعا اخشى ان يكون مثلا ان يكون التحشيد مثلا من جهه الشمال اللي هي باتجاه ظوران انس، أو بالنسبة لجهات الشرق اللي هي مديرية مغرب عنس، نعتقد أنه للمقاومة حضور فيها وهي تستطيع على الأقل بحكم العرف أن تمنع أي تحشيد باتجاه مثلا مديرية عتمة. من جهة الغرب أنا أعتقد أنه ستستطيع الشرعية عبر التنسيق فيما بينها وقيادة المقاومة أن تدعمه بالذات من اتجاه كسمة ومن اتجاه وصاب، فأنا أعتقد أنه بأيديهم الكثير مثلا بأن يكون المجتمع مساند مثلا للمقاومة في عتمة لأسباب بسيطة جدا. عتمة تمثل موقع حيوي غير عادي، أيضا كما أن الجغرافيا العسكرية لعتمة تعتبر مهمة جدا، هذه مديرية تقع في القلب من ثلاث محافظات يعني تشكل مثلا ذمار وإب وريمة يعني كذلك، وهي قريبة أيضا للحديدة. أيوة نعم، عن طريق مثلا باتجاه جبل الشرق هنالك مثلا خط اللي هو الممتد من مدينة الشرق القادمة من الحديدة والذي يمر بالقفر وبالكداكد حتى يخرج إلى تحت سمارة، فهي تمثل قلب معين، هذا القلب المعين بإمكانه أن ينتج طوق معين، الطوق المعين هذا سيكون طوق عسكري مثلا إذا امتد إلى عتمة وامتد إلى القفر وامتد إلى وصاب وامتد إلى مثلا باتجاه ريمة، وبعد ذلك يتم إنتاج الطوق الثاني اللي هو المتمثل مثلا بيريم والرضمة وبدمت، نستطيع القول أنه سيكون لك طوق يمنع تقدم الميليشيا مثلا من خط تعز إب صنعاء. هذا الجانب الثاني. الجانب الآخر الذي يمكن أن يعمله عتمة سلسلة جبلية وهي تقع على امتداد جبل السرات، وهذه تعتبر من أهم السلاسل الجبلية في البلد ولديها فضاء مفتوح، إذا تعثر أن يكون لك دعم بري باتجاه عتمة يستطيعون يدعموا عتمة عن طريق الجو، سواء مثلا دعم طبي، سواء دعم غذائي، سواء دعم مثلا لوجستي، فالمجالات لديهم مفتوحة تماما. بالإضافة إلى أنه تقريبا عتمة ظلت منذ الاجتياح والانقلاب جبهة مقاومة صامدة، مثلا المقاومة في عتمة وفي مديرية القفر لم تخمد إلى هذه اللحظة، صحيح أنها انسحبت من مركز المديرية لكن المقاومة في القفر وفي مديرية عتمة وهي مديريتين متلازمتين وتمتلك مساحات واسعة وكتلة سكانية ضخمة انسحبت وتحصنت في الجبال وتحصنت في السهول، فالمجتمع في عتمة وفي مديرية القفر مجتمع لديه قابلية للمقاومة، إذن كيف نستفيد من هذا المجتمع الذي هو عنده قابلية للمقاومة في إسناده وتعزيزه واستخدام سياسة النفس الطويل مثلا؟ وأنا أعتقد أنه واحد صاحب خبرة اجتماعية
وخبرة سياسية مثل عبد الوهاب معوضة مثلا داخل عتمة، وأيضا المقاومة مثلا في سما وفي سوق الثلوث وفي بعض السهول مثلا في عزلة حمير وفي مثلا السويدي وفي الخمري وفي بر وفي المنتصر وفي يعني المجتمع في عتمة في غالبيته لديه قابلين للمقاومة ويرفض أن يتم إخضاع عتمة لأي هيمنة ولأي نفوذ. طيب إلى الآن ما هي طبيعة المواجهات التي حدثت في الأيام الماضية أستاذ محمد؟ أنا أعتقد أنه شوف عتمة شهدت تقريبا من وجهة نظري الشخصية كمتابع لطبيعة التحولات الاجتماعية وطبيعة المقاومة منذ انطلاقها في اليمن، أعتقد أنه عتمة مرت بثلاثة مراحل وهي في المرحلة الثالثة. كانت المرحلة الأولى لعتمة مثلها مثل بقية اليمن أنها انتفضت في وجوه الميليشيا منذ دخولها ورفضت أن تسلم مؤسسات الدولة في مركز المديرية في سوق الثلوث وفي بعض المرافق الحيوية وقالت كلمتها وحصلت مواجهات واستبسل أبناء عتمة وشنوا عليهم مواجهات. ثم بعد ذلك حصل أن تم هنالك إبرام صلح معين، تدخلت أطراف معينة وخضع الحوثيين لمنطقة المجتمع المقاوم الذي رفض أن يستلب وأن يتم إذلاله وأن يتم مثلا استلابه، كما حصل في القفر في أنه حصل اتفاق معين في أن تنسحب الميليشيا من هذه المديريات. لكن هناك أنباء حدثت يعني نقوض لهذه الاتفاق. طبيعة الميليشيا الإمامي والنهج الإمامي والنهج الصالحي قائم على فكرتين أساسيتين، الغدر بالخصوم، اثنين نقض المواثيق والاتفاقات والمعاهدات. هذا يصل بنا للمرحلة الثالثة. إذن المرحلة الثالثة بعد أن مثلا تم اختطاف مدنيين عزل، وهذا طبعا دليل على سقوط أخلاقي لأنه الحرب لها أخلاق معينة ولها سمات معينة، واليمنيين دائما عندما يخوضوا مواجهات ضمن أعرافهم ألا يتم مثلا حشر الميليشي المدنيين العزل وسط المدن في المواجهات التي تدور في الريف أو في أماكن أخرى. حصل أنه ما اختطفوا عامر ابن عبد الوهاب معوضة وأحد أقاربه، وحصل أنهم فجروا أيضا منزل عبد الرحمن معوضة في جنوب أمانة العاصمة. هنا مباشرة حصلت المواجهة. المقاومة مثلا كانت ردة فعل طبيعية جدا واستطاعت إلى حد ما أن تحافظ على ما تحت يدها، وهو بحسب تصريحات المقاومة أنه 80% مثلا من عتمة بيد المقاومة و 20% لا يزال تحت الميليشيا، ولكنها استطاعت أن تعلن أن المداخل الأربعة لمديرية عتمة من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب وأنها أصبحت مناطق مواجهات مفتوحة. وعندما تقول المقاومة في عتمة أنها مناطق مواجهات مفتوحة، مساحة عتمة مساحة كبيرة وأيضا في كتلة سكانية، يعني مديرية يبلغ تعداد سكانها أكثر من 145 ألف نسمة، وأغلب عتمة أيادي عاملة. طيب دعنا نأخذ مداخلة أخرى. ينضم لنا الآن عضو المجلس الأعلى للمقاومة بذمار السيد عبد الكريم الجعوري. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء الخير والعافية. أستاذ عبد الكريم، أنتم يعني عتمة الآن في قلب المقاومة مجددا كما يبدو، كيف تتابعون أنتم في مجلس المقاومة بذمار هذا الأمر؟ والله يا أخي العزيز، المقاومة نشأت في مديرية عتمة منذ وقت مبكر وحصلت مواجهات قبل أكثر من عام، وانتصرت المقاومة في ذلك الوقت بذلك الصلح الذي أنهى المواجهات العسكرية، وكانت المقاومة هي الطرف المنتصر فيه كما عرف الناس جميعا. هناك شخصيات تم إيذائهم والتنكيل بهم داخل مديريات عتمة، مما اضطرهم إلى قبل انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة، مما اضطرهم إلى الالتحاق بالجبهات، عدة جبهات سواء في مأرب أو في تعز أو في الجوف. وكان الأغلب الأعم هذه القيادات أو الوجاهات انطلقوا إلى مأرب للمشاركة وتعبئة الجبهات بأبناء مديريتهم، وبالتالي تمكن قادة المقاومة من تأسيس مجلس للمقاومة وتدريب الشباب فيه، وهذا التدريب وهذا التشكيل هو ما يجري اليوم من كتائب المقاومة أو الجيش الوطني التي تخوض حربا منتصرة داخل المديرية ضد العصابة الميليشاوية التي غزت البلاد بترسانة الدولة، ترسانة الأسلحة التي مهدتها من ترسانة الدولة أو من أسلحة الدولة. طيب أستاذ عبد الكريم، يعني الآن يبدو أو يخشى من قبل الكثيرين أن تكون مقاومة عتمة وحيدة في مواجهة الانقلابيين أو ميليشيات الحوثي والمخلوع، هل هناك إسناد من قبل الجيش الوطني من قبل المقاومة الشعبية في بقية المناطق لمقاومة عتمة؟
والله أخي العزيز سمعنا الكثير من هذا الكلام، وقد يكون أكثره كلام صحيح أن مقاومة أتمة وضعت نفسها الآن في كماشة، لا سيما ولا الحوثيين أو الميليشيات سلطة الأمر الواقع يطوقون المديرية من كافة مداخلها، ولكن مقاومة أتمة ممثلة بأيدها الشيخ البطل المناضل عبد الوهاب معوضة وجدت نفسها مضطرة للمواجهة، وهي ترى هذه العصابات تنتهك حرمات المواطنين وتعتقل الصحفيين وتفرض إتاوات تحت ما يسمى بالمجهود الحربي، وشنت حرب على المديرية، حرب لا هوادة فيها. فالإنسان في هذه اللحظة سواء كان أيا كان انتماؤه وأيا كان وضعه قويا أو ضعيفا مضطر للدفاع عن نفسه. فقاد الشيخ عبد الوهاب معوضة هذه المقاومة وانطلقت شرارتها، وهي اليوم قوية، وها هي تتبدأ التحالفات من المديريات المجاورة، وها هي أكثر الخطوط التي كانت مؤمنة للحوثيين أصبحت نارا وجمرا في طريقهم. والمقاومة الآن تخوض معاركها في جبهتين منتصرة في تلك الجبهتين. صحيح هناك خطار، هناك تضييق، هناك خذلان أحيانا من الإخوة في دول التحالف، لكن أيضا نشكرهم، هناك تم بعض الدعم بعض الأسلحة وإنزال جوي، وهناك الأخ رئيس هيئة الأركان العامة والإخوة في الحكومة يبذلون دعما، وإن كان هذا الدعم غير كافي لأنه لا أو لأنهم ربما لم يتصوروا حجم المقاومة الموجودة الآن في مديرية أتمة. طيب أستاذ عبد الكريم، بينكم أنتم في مجلس المقاومة بذمار وبين مقاومة أتمة، ما مدى التنسيق، ما مظاهر هذا التنسيق إذا نقلته للسادة المشاهدين؟ طيب يا أخي الكريم، موضوع التنسيق في الأول والأخير الناس كلهم يقاومون، الذي يقاوم في مأرب بسلاحه، والذي يقاوم في تعز بقلمه، والذي يقاوم في عتمة بالوضع الذي أتيح له. هؤلاء جزء من الشعب اليمني، يشكلوا مجتمع يمني رافض لعودة الحكم الإمامي البغي. تمسك هذا الشعب بالجمهورية وبالنظام الجمهوري، متمسك هذا الشعب بكرامته بحريته بشرعيته برئيس انتخب. شكلنا بوتقة واحدة. هناك تنسيق وإن كان طفيف بين أو ربما شحة الإمكانيات التي تتاح لمجلس المقاومة على مستوى المحافظة، ربما هذا الشحة في الإمكانيات سببت عجزا في دعم المقاومة داخل المديرية من هذا المجلس، وهذه فجوة موجودة ولا ينسى أحد. ولكن نحن نأمل أن ينتقل مجلس المقاومة إلى مجلس تنفيذي المحافظة، وبالتالي هناك الحكومة وعدت ووافقت صرف ميزانية محافظة دمار كبقية المحافظات بدءا من هذا العام، والإجراءات في طريقها لأن تصبح المحافظة تمتلك مجلسا تنفيذيا يدير شؤونها، ومن أهم شؤونها دعم المقاومة. إذن أشكرك سيد عبد الكريم الجعولي، عضو المجلس الأعلى للمقاومة بذمار، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. سأعود إلى أستاذ محمد لأسأله عن طبيعة الاختطافات التي طالت المدنيين، لكن قبل ذلك مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود للنقاش حول هذه أو في هذه الحلقة مع ضيفي محمد المقبلي. أستاذ محمد، هناك كانت اختطافات حدثت لعدد من المدنيين العزل في الذين يعني ينتمون لمديرية عتمة، ما هي طبيعة هذه الاختطافات وكيف أثرت في تشكل المقاومة بشكل أو بآخر؟ في البداية دعني طبعا أعلق على برومو الشهيد البطل القائد أحمد سيف اليافعي، وهو يجسد مثلا معركة الوحدة الوطنية التي عتمة هي جزء منها في المخا، وهذا لا يمكن أن يتجاهل التاريخ مثلا شهيد مثل عمر الصبيحي ومثل أحمد سيف اليافعي وهم في قلب المخا وفي قلب معركة الساحل الغربي.
وعتمة هي جزء من هذه المعركة التي تجسد فيها الوحدة الوطنية، المشروع الجمهورية في مواجهة مشروع الإمامة. طبعا طبيعة الاختطافات، أنت تعلم أن هذه الميليشيا هي تمتد من ذهنية إمامية عبر التاريخ تسمى ذهنية الرهائن. ذهنية الرهينة هذه لا تزال تتحكم في سلوك الميليشيا وفي سلوك علي عبد الله صالح الذي يعتبر جزء من 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 المعضلة الإمامية، وإن كانت تلبس ثوب الجمهورية. وهي دائما تأخذ أبناء الوجاهات، أبناء الـ 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 القيادات الاجتماعية، أبناء الشخصيات السياسية، أبناء حتى القضاة كان مثلا زمان، وتأخذهم كمختطفين، لكنهم في المنظور اليمني قبل أن يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويسميهم كمختطفين، كانوا يسموا وفق التوصيف السياسي والاجتماعي في اليمن مفردة الرهينة. فهي عندما تريد أن تخضع شخصية مثلا مثل قيادة المقاومة في عتمة، ذهبت لاختطاف مدنيين عزل في صنعاء وهم أبناء مثلا عامر طبعا واثنين من أقاربه، بالإضافة إلى أن سمعت أخبار قبل أن أدخل إلى الاستوديو على أنه أيضا جرى مثلا الاعتداء على منزل عبد الرحمن معوضة في جنوب أمانة العاصمة. فهي تنتهج دائما سياسة الاختطاف من أجل إخضاع الشخصية الاجتماعية التي ترفض أن تكون مستلبة. وأنا من وجهة نظري الشخصية أن هذا لن يؤثر على طبيعة المقاومة في عتمة، هذه معركة مصيرية، إما يكون اليمنيين أو لا يكون، الميليشيا في طرف، اليمنيين في طرف. تهون التضحيات أمام معركة كبيرة بحجم هذه المعركة الذي يخوضها اليمنيين ضد أسوأ مثلا من جماعة فاشية في الشرق. يعني في هذه النقطة هناك من يتحدث على أنه هناك نوع من يعني الحديث عن مواجهة في عتمة، لكن مقاومة عتمة لا تمتلك تلك الأسلحة الكفيلة لها بأن يعني تواجه الإنقلابيين بشكل مستمر. هناك نوع من أن عتمة الآن أو مقاومة عتمة لوحدها في مواجهة الإنقلابيين، وأكد ذلك كثير من التصريحات التي سمعنا جزءا منها في المداخلات. أنا أعتقد أن عتمة تمتلك ما هو أقوى مثلا وما هو أكثر تأثير من السلاح المادي من وجهة نظري. عتمة تقاوم بروح التاريخ وتقاوم بروح الجغرافيا. عتمة تقاوم بروح الدولة الطاهرية، بروح العامريين، بروح المشروع الجمهوري، بروح ثورة الشباب، ثورة 11 من فبراير، بروح إنسان السهول الذي يرفض الضيم ويرفض أن يكون أمواله وأن يكون أن تكون أرضه وأن تكون أن يكون عرضه وأن أن تكون حياته مستلبة وخاضع لهذا المشروع الإمامي. عتمة تمثل من وجهة نظري الشخصية أحد المفاجآت الاجتماعية منذ الاجتياح ومنذ الانقلاب، لأنها استطاعت أن تقاوم داخل جهات أربع معزولة ومسيطر عليها من قبل الميليشيا. فأنا من وجهة نظري الشخصية أنه على عتمة أن تستحضر روح التاريخ، أن تستحضر التماسك الاجتماعي. هي لديها 80% مثلا من الأراضي مثلا في عتمة تحت سيطرة المقاومة، و 20% التماسك الاجتماعي والتحصن مثلا في الجبال والتركيز على الخطين، خطي الإمدادين للميليشيا. الخط الأول هو من مدينة الشرق باتجاه مثلا آنس، والخط الثاني يأتي من خط وصاب العالي باتجاه منطقة حلفان، وهي منطقة تقوم فيها المقاومة. من وجهة نظري أن مركز المديرية يمثل في سوق الثلوث، المقاومة في عتمة تستطيع أن تحررها بالكامل وأن تشكل حالة صد. بالإضافة إلى أنه أنا تابعت وبصراحة معجب جدا بطريقة المقاومة في عتمة، أنها طريقة نوعية تحافظ على مثلا الكمائن الذي منعت وصول القوات الحوثية والميليشيات من خط وصاب العالي ومن مدينة الشرق باتجاه حلفان قبل أن تصل حلفان. هنالك المجتمع مثل ما ذكرت لك في أول الحلقة أن عتمة ستتماسك، لأن القابلية الاجتماعية والمجتمع في عتمة سيلتف حول قيادة المقاومة. طيب، فهم موضوع المجتمع والقابلية عتمة للـ يعني التصدي للانقلابيين، لكن إسناد التحالف والشرعية إلى الآن للمقاومة في عتمة يعني في دمار وفي عتمة خصوصا، كيف تقيمه أنت كمتابع للمشهد بشكل عام ولما يجري على يعني طول مساحة الرقعة اليمنية؟ أنا أعتقد أنه شوف في مناطق معينة مثلا زي المقاومة في أب، زي الشعاور والأهمول، زي مثلا مديرية عتمة، حصل تقصير من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل التحالف. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية أنه مقاومة عتمة لديها قراءة ذكية جدا. هذه القراءة الذكية مثلا
أثبتت أنه مقاومة تمتلك نفس طويل ولديها رؤية واعية، والدليل على ذلك أنها استطاعت خلال هذه السنوات منذ الاجتياح ومنذ الانقلاب ومع تهاوي كثير مثلا من الجبهات أن تحافظ على تواجدها وأن تحافظ على المكتسبات التي تحت يدها وهي بنسبة 80%. فأنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه على المقاومة في عتمة أن تعتمد على الأقل بنسبة 70% على المجتمع المقاوم، وأن تظل نسبة 30% هو اعتمادها على التحالف وعلى الحكومة الشرعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون هناك تواصل والتزام أخلاقي من قبل التحالف ومن قبل المقاومة مع مقاومة عتمة. النقطة الثالثة تفضل. أنا أعتقد أن الخبرة الطويلة الذي خاضتها مقاومة عتمة ستمكنها من أن تمتلك تكتيكات عسكرية ذكية، مثلا من بينها في حال ما تم التضييق عليها وتم التضييق والحصار على المقاومة أن تنسحب باتجاه السهول وباتجاه المرتفعات كما فعلت في تلك المرحلة في المرحلة السابقة. النقطة الثانية أن عامل الأرض لصالح المقاومة في عتمة، ابن الأرض الذي يدافع عن أرضه الذي لم يعتدي على أحد، لم تذهب مقاومة عتمة إلى صعدة إلى حيدان ولم تذهب إلى مناطق هي ناس يدافعوا عن أراضيهم. التضاريس وعوامل الأرض من وجهة نظري سترجح لصالح المقاومة. رابعا وهذا هو الأهم، أن تتبنى المقاومة في عتمة خطاب واضح للمقاومة للشرعي وللتحالف فيما الذي تحتاجه، وفي ضرورة أن يكون هناك إسناد عاجل. نعم. طيب دعنا نستطلع المزيد من المعلومات حول مقاومة عتمة وما يجري هناك. الآن ينضم لنا الآن أستاذ محمد عبد الرحمن عقيل البحري، الإعلامي والناشط الشبابي. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير العافية أخي كريم. أستاذ عبد الرحمن، كيف هي الأمور الآن في عتمة ولمقاومة عتمة تحديداً في مواجهة ميليشيات الانقلاب؟ ما الذي يجري هناك؟ والله يا أخي كريم، الوضع في عتمة وضع مأساوي جدا، فأبناء عتمة محاصرين من جهة الأربع، أصبح الدواء مقطوع، الغذاء مقطوع، كل المخازن التي كانت في سوق الثلوث للمواد الغذائية فجرت، الناس لا يجدون ماء للشرب، الغاز لا يوجد، مواد النفط كلها غير موجودة، أصبحوا في وضع مأساوي جدا. لا سيما وأن الميليشيات الإنقلابية تكشف بكل ثقلها وبكل أسلحتها الثقيلة القرى والمساكن في مديرية عتمة. طيب ما طبيعة ما يجري؟ حدثنا أكثر عن ما يحدث. أنت حدث عن جانب إنساني، حدثنا عن جانب ميداني أكثر. الجانب الميداني هو الذي دفع بالإنقلابيين إلى إيجاد مأساة إنسانية في المديرية. الآن حينما يجرحوا الجرحى من أبناء المقاومة يموتون من الجراح لأنهم لا يجدون علاج. الأخي الكريم، لا يجدون إلا الزرمول الذي كان يستخدم في السابق. لهذه الأسباب أصبحت الوضع الإنساني مأساوي. أما بالنسبة على مستوى الصعيد الميداني العسكري، فالآن وفي هذه اللحظات أنا أكلمكم، هناك حصار مطلق على مديرية على عزلة تهيجر على سوق الثلوث الذي أمس بالليل ضربوه بجميع القذائف وفجروا بيت عبد الرحمن معوضة وفجروا أيضا المحطة الوقود التي كانت توجد هناك. لكن الشباب والمقاومين الأحرار المستبصرين ويستمدون عونهم من الله عز وجل. طيب أستاذ عبد الرحمن، هناك أنباء عن اجتماع لي قيادة المقاومة في عتمة وكذلك مع قيادة العسكرية في مأرب، هل من تفاصيل حول نتائج هذا الاجتماع؟ الاجتماعات التي تحصل في المديرية هي نفسها الاجتماعات السابقة التي تم الاتفاق عليها بقيادة الشيخ عبد الوهاب معوضة قائد المقاومة في المديرية والمشايخ المديرية، لكن من اختلف ومن نقض الاتفاق ومن نقض العهد هم الحوثيون والإنقلابيون الذين نقضوا. هو كان أستاذ عبد الرحمن كان قصدي حول ما جرى أو اجتماع لقيادة المقاومة مع القيادة العسكرية للجيش الوطني في مأرب، هل هناك تفاصيل عندك حول ذلك؟ الاجتماع هو في البلاد وليس في مأرب. ما يحصل من اجتماع هو في البلاد في بيت الشيخ عبد الرحمن مع مشايخ المديرية، لكن لا يوجد نعم. أي تفاصيل حتى اللحظة صحيحة لأنهم لا زالوا في الاجتماع. شكرا.
إذن أشكرك عبد الرحمن عقيل البحري الإعلامي والناشط الشبابي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ محمد المقبلي. أستاذ محمد، ما هي التوقعات؟ يعني بما سمعنا من هناك من سيد عبد الرحمن هناك نوع من التوتر، ما هي توقعاتك بالنسبة للأيام القادمة؟ أنا أعتقد أنه إذا تماسك المجتمع وألتف حول قيادات المقاومة داخل عتمة، لأنه عتمة تقريبا معها ميزتين أساسيتين جعلها مقاومة متماسكة على طول الخط، هي أن لديها قيادات إلى حد ما ذكية، لديها ذكاء اجتماعي، لديها خيال تاريخي. عبد الوهاب معوضة هو ينطلق من خيال تاريخي ويفهم البعد التاريخي ومعضلة الأئمة تاريخيا، ولديها قابلية مجتمعية. المجتمع رافض للميليشيا بنسبة كبيرة جدا، فأنا توقعي إذا تمسك المجتمع بدرجة رئيسية وتمكنت المديريات الأخرى المساندة لعتمة في أن تفتح خطوط إمداد غذائي وخطوط إمداد طبي وحتى خطوط إمداد عسكري، مثلا كل أبناء عتمة تجار مغتربين في كل مكان في أنهم يبحثوا عن إسناد للمقاومة. من وجهة نظري الشخصية إذا تمسك المجتمع والتف حول قيادة المقاومة، أنا أعتقد أن 20% الذي تبقى تحت سيطرة الميليشيا سيتم تحريرها في عتمة تماما. إذا مثلا تفرج الجميع على مقاومة عتمة والسلطة الشرعية مثلا والتحالف المديريات المجاورة، أنا أعتقد أنه لدى مقاومة عتمة من الذكاء ما يجعلها مثلا تستخدم كافة التكتيكات مثلا الاجتماعية، هي عندها خبرة طويلة مثلا في الصراعات سواء من الجبهة الوطنية أو من المشروع الإمامي أو من بداية المقاومة الممتدة لسنوات، في أن تعود مثلا وأن تعمل مثلا خطة مثلا اجتماعية وخطة سياسية ذكية جدا، من بينها مثلا الاجتماع مع الواجهات الاجتماعية كما حصل اليوم، وأنا أعتقد أنه هذا الاجتماع سيكون له نتائج كبيرة جدا في أن المجتمع الذي ضاق من الميليشيا ويعاني من الحصار ويعاني مثلا من يوميات الإذلال والإتاوات والمجهود الحربي وإهانة الناس وإهانة مثلا كل إنسان حر سواء دخل عتمة أو خارج عتمة، أنا أعتقد أنه ستكون الكلمة الفاصلة في الأيام القادمة للمقاومة في العتمة. طيب، ستكون هذه الكلمة فاصلة في عتمة فقط أم في مناطق أخرى، باعتبار أن يعني هم هناك الحديث على أن في الأخير هي مقاومة لمن أراد أن يأتي من الخارج ليتحكم بأبناء المديرية؟ أنا أعتقد أنه ستكون اللي هو بحسب تصريحات قيادة المقاومة أنه في 20% هذه سيتم تحريرها. ثانيا، في مديريات إلى جوار عتمة قابلية المقاومة فيها مرتفعة وتنتظر لحظة معينة ستكون محفزا يعني بالضبط. فعندما يتم تحرير عتمة نحن أمام تحرير قلب لمثلث مثلا من أضلاع ثلاثة، المقاومة في ريمة ستتحرك، المقاومة في مديرية القفر ستتحرك، وفي مقاومة أخرى مثلا سواء باتجاه وصاب أو باتجاه مثلا مغرب عنس أو حتى باتجاه مثلا ظوران، في أنه ستكون عتمة هي خطوة لها ما بعدها من وجهة نظر الشخصي، خصوصا أنها مديرية تبعد عن خط صنعاء تعز بمسافة 55 كيلو فقط. إذن أشكرك سيد محمد المقبلي الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم للحديث حول مقاومة عتمة وما يجري هناك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولكل من كان معنا في حلقة اليوم كضيوف عبر الهاتف. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحية زميل منصور النقاش منتج البرنامج وكذلك بقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.